سعيد من مديرية الأمن، ومعنا لقاء خاص مع اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد. سيادة اللواء أهلا بحضرتك. أهلا بيك. في البداية أحب أسأل حضرتك عن حالة الشعب البورسعيدي التي شعر بها منذ فجر اليوم، وحالة الغضب والصخب الشديد التي سادت جموع الشعب البورسعيدي نتيجة الاشتباكات التي دارت في شارع محمد علي وكسرى، والاعتداء من قبل بعض المنتمين للتيار الإسلامي المشيعين لجنازة عمر هريدي قتيل القاهرة، وإطلاق بعض الأعيار النارية على كنيسة ماري جرجس، والتعدي على الخدمة الأمنية المعينة على الكنيسة. ما رد حضرتك على هذا، ولماذا لم يتم التحرك فور اخطار رقم او اخطار بعض الجهات الامنية المسؤولة للتصدي للمشيعين عند العودة، كما روى بعض المتضررين وقالوا انهم قاموا باخطاركم؟ هل بالفعل جاء لحضرتك اخطار من بعض المتضررين بصفتك مدير الامن؟ لا، اخطار مباشر ليا بالكلام ده يعني، ما لكن ما انا ليا الاجهزه بتاعتي وظباطي والقنوات اللي هي اللي بتوصل لي المعلومات يعني. طبعا اذا كان حضرتك اشرت في البدايه ان الشعب البورسعيدي زعلان او متاثر، فهو محق في ذلك. يعني اي انسان يخدش او تسيل منه قطره دم او يموت في احداث او في اي شيء، ما هو طبعا الكل بيبقى زعلان ان تعرض لاي شيء يعني، لان ما احنا كلنا بني ادمين ايا كانت الانتماءات. هناك انتقال كان امس لرجال البحث الجنائي واحد القيادات المديريه بمجرد التعدي على الكنيسة، وهناك انتقال القوات بمجرد حدوث احتكاك. ست اللي هو يعني بالفعل القوات الأمنية تحركت فور حدوث الاشتباك أو الاحتكاك؟ القوات الأمنية تحركت بعد فجر اليوم بمجرد حدوث بداية الاحتكاكات. فورا كان في قوات تم الدفع بيها، وانا شخصيا كنت على راس هذه القوات. سيادة اللواء اسال حضرتك عن مسلسل العنف والارهاب الذي اختفى او شبه اختفى عن ساحة بورسعيد. لا استطيع ان اقول منذ تولي حضرتك مديرا لامن بورسعيد، ولكن لنكون واقعيين، منذ جلسة 9 مارس سادت حالة من الهدوء، واختفى مسلسل رهيب سادة بورسعيد، وهو مسلسل الشيوخ الذين هم الوسيط الأمني لعودة الأمن وعودة الحقوق. ومن جانب آخر دعا البعض لإقالة سيادتكم لأنكم المتسببين في العنف والأحداث التي تدور في البلد، على الرغم من أن سطوة الشيوخ وسيطرتهم على الأمن وما كنا نراه من بعض الابتزازات وبعض الدية التي يتم دفعها للرهائن وما شابه ذلك اختفى تماما. فهل العنف دوت استهداف لحضرتك لأن حضرتك أعلنت حربا ضروس على من يستغل القانون ويستغل المواطنين؟ يعني هو أنا ألسنة الناس يعني إذا كانت هدفها صالح البلد والصالح العام، وإذا كان هناك نقد هذا هو الهدف منه فإحنا بنرحب بيه أهلا وسهلا. لكن إذا كان الهدف من أي نقد هو غرض أو هوى شخصي، فده يعني بنقول له الله يسامحه، وهو وشأنه في آرائه المغرضة. لكن احنا بنؤكد ان انا حريص وكافة الضباط والعاملين في المديرية على ان احنا زي ما كررتها مرارا وتكرارا ان احنا نحقق خدمة أمنية متميزة
لأهالي بورسعيد الشرفاء المحترمين. لم تشغل بالك دعوات لإقالة سيادتكم وبعض القيادات الأمنية أو الدعوات ذات السمات الشخصية وذات المصالح التي يعلمها جميع أهالي بورسعيد؟ أنا بقول لحضرتك يعني إذا كان النقد بناء بنرحب بيه، وما فيش إنسان كامل وما فيش إنسان بلا كلنا بشر بنجتهد، ممكن نصيب وممكن نخطئ، مفيش حد معصوم من الخطأ. لكن الإنسان اللي بيتكلم في شيء أو بينتقد شيء أو بيلقي الضوء على شيء وهو يهدف إلى تحقيق خدمة أمنية أو تحقيق مصلحة للبلد، ف ده 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 دي حاجة صحية وكويسة ولازم نستفاد بيها. لكن ال 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 الأغراض الخاصة دي بتبقى يعني مش 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 هتشغلنا، لأن واحنا معرضين للكلام ده. يعني المهم ان احنا نؤدي عملنا بالصوره اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. سياده اللواء، النهارده شهدنا مشهد مأساوي، وهو بعد تشييع جثمان احد شهداء بورسعيد قام الاهالي بعد تشييع جثمان او بعض لا استطيع ان اقول التراس او اهالي، لا استطيع ان اجزم من قاموا بهذا الاعتداء، ولكنهم قاموا باضرام النيران في احد محلات العطور، مما اسفر عن تفحم جسد شخص يدعى محمد خالد، واصابت اخرين بجروح وحروق بالغه. وتواجدت الشرطه عقب اطفاء الحرق. هل الشرطه لم تستطيع الوصول الى المكان قبل اطفاء الحريق او اثناء الاشعال او تخطي الازمه، وكما حدث ايضا في مطعم مؤمن؟ بمجرد الابلاغ عن تلك الوقائع انتقلت الخدمات الامنيه المتواجده في الشارع لاماكن البلاغات، والحريق اللي كان موجود ده سيارة الإطفاء ورجال الإطفاء انتقلوا وتمكنوا من إخماد الحريق، وتم الدفع بقوات من الأفراد والمجندين في قوات الأمن، عملوا كردون على المكان عشان تزاحم الناس، وجات الأدلة الجنائية أخذت الإجراءات المناسبة بالنسبة للحريق، وكافة الإجراءات تم اتخاذها. هل تم دفن الجثمان؟ تم إعداد خطة لتأمين الجنازة، والحمد لله تم الدفن ولم تحدث سنة تبعية. بالنسبة للشهداء الذين سيشيعون غدا، هل هناك خطة أمنية لهم أيضا؟ الله بإذن الله تعالى. كل الناس عندنا، كل الناس عندنا سواسية بني آدمين، وكلنا أي مواطن مصري وأي إنسان بيعيش على أرض مصر ليه حقوق علينا. وبعدين مش معنى أيا كانت انتماءاته أو اتجاهاته أو معتقداته يعني، لكن ليه حق علينا تأمينه وهو على قيد الحياة، والآخرين بمناسبة تشييع الجنازة. لا، ده احنا واجب علينا بحكم عملنا ان احنا لازم نأمن هذه المناسبات وهذه الاحداث. سياده اللواء، هل نتوقع مسلسل الدم سيستمر غدا؟ نتمنى، سنتخذ الاجراءات التامينيه المناسبه، لكن نتمنى كل من له دور من العقلاء والمؤثرين على كافه الاطراف والقوى الموجوده ان يبقى لها دور ايجابي في احتواء المواقف والتهدئة، تجنبا لحدوث أي تفاقم لأي أحداث تم حدوثها، وكفى ما حدث. هل تم ضبط أحد المتسببين أو المتورطين في الأحداث من الطرفين أم لا؟ هو تم ضبط 2 من احد الاطراف، ودول جرى عرضهم على النيابه بسؤال المصابين، اتهموا بعض الشخصيات وجرى اتخاذ الاجراءات القانونيه، واي قرارات هتصدر
من النيابة ستنفذ فورا. ست اللواء تقول ايه للناس بمناسبة الاحداث اللي احنا فيها ديت وبمناسبة ان احنا في شهر رمضان وتطالبهم بايه؟ احنا كلنا طبعا متأثرين لما حدث ونتمنى من الله سبحانه وتعالى زي ما بقول ان لا كفى ما حدث، ونسعى ان كل واحد ياخد حقه، ونسعى لمحاسبة اي انسان اخطأ، لكن بأؤكد على دور العقلاء والحكماء والناس المؤثرين من اهالي بورسعيد الشرفاء ان كل واحد يقوم بدوره في التهدئة منعا لتصاعد اي احداث. اشكرك السيد اللواء وشكرا جدا لحضرتك. العفو. Thank you.
اتصال.